من تقديم الامين العام لجامعه محمد بن عبد وكذلك عميد كليه الادب والحقوق يتفضل على بركه الله يتفضل على بركه الله سألتني والدتي ذات يوم أهي جميلة؟ قلت لها أكثر مما تتصورين. قالت لي أهي أتحبها؟ قلت لها بجنون. فسألتني مرة أخرى قالت لي أين هي؟ قلت لها في القلب وبين الجفون. سألتني ما اسمها؟ قلت لها إنها ولاية المسيلة ومن غيرها ستكون. فألف شكرا وشكر لأهل المسيلة المضيافين على حسن الضيافة والكرم. وراه الخضراء ما شاء الله، يعني والله داروا لنا يعني حاجه والله انا فرحه. الله يبارك. خدمت بالمدرج ولا ودوك رانا في المعرض؟ دوك رانا في المعرض. يعطيك الصحه. تحيه للناس حضرار كامل وبالخصوص طلبه حضرار ما شاء الله. السلام عليكم سيدي.
وش رايك في العمليه؟ كاك هذا منذ البدايه وش رايك؟ معرض النشاط الثقافي الذي تم قاعده المجد عليهم كنشاط ثقافي في المستوى حين استمتعنا بعروض حسينا بروحنا باللي رانا ثم يعني الله يبارك فيك. نقلونا من ربع المسيله والحضنة الى صحراء تواس الى ابرا الله يبارك فيك. نحن في المعرض يعني كل ادوات التقليدية القديمة ما تتعلق بالمرأة وزينتها، ما تتعلق بأدوات الصيد، ما تتعلق بأدوات النزل، ما تتعلق بأدوات تبريد الماء وغيرها، ما تتعلق بالنسيج، باللباس، بالأعراس، بجميع المناسبات، بالأكلات الشعبية كلها موجودة هنا. الله يبارك فيك. شنو هذا؟ هذا كتاب القرآن الكريم بخط ليلة. كل يوم صبر تسكي من ربع ياسين، كتسكي من الربع تاع ياسين ولا كودا طبعو وتخليه عندك لا تقرا به. هنا راك باغي توريك مصحف لولادك ولا لواحد ثاني اللي قرا فيه يعود الأجر اللي كتبته. وثاني هذه طريقة هذيك اللي قلت اللي ما عندوش الوقت ربع ساعة عندك تكتبها صبر تحفظو وتنوض. بعد تعاود تحوس على التجويد نتاعو ولا اللي عنده الوقت واللي ما عندوش الوقت يكسبو يحفظو ويروح. ما شاء الله. على عدة سنوات تلقى روحك خسبت مصحف. والطريقة الطريقة هذه شكون اللي ابتدعها؟ هذه الطريقة هذه بداها الأستاذ عبد الله فقيري. أستاذ جامعي أستاذ جامعي في جامعة بشاير. من أدرى. بارك الله فيك.